رجعنا لكم تاني. اللي فات ده يا جماعه مزعج، مزعج صحيح، ولا يشي بخير للكره المصريه. واحنا جبنا لكم يعني اختلاط الاوراق واختراع المصطلحات اللي برروا بيها الاخطاء، والدفاع عن المستميت عن الخطا، والكيل ب 100 مكيال. كل ده مزعج ولا يمثل خيرا للكره المصريه، ولكن الذي افزعني حقا هو فزاع. فزاع افزعك؟ ليه؟ فزاع يا جماعه المهندس الممثل، انا شخصيا كنت بيعجبني جدا، وهو صاحب شخصيه فزاع في الكبير قوي. في الكبير قوي. ايه الموضوع بقى؟ هشام اسماعيل وصل الى حاله اللي ايه اللي افزعني؟ حاله الانسياق لخداع النفس، انه يقول كلام. بس ارجو بعد ما اوريله بقى انه هو يعني مش فزع ولا حاجه، لا خرم قوي واتقال له كلام مش حقيقي ابدا، بنى عليه وجهات نظره، او ما اتقالوش وهو بيحدفها من دماغه. بعد ما يعرف الحقيقه من ابنائه، ابناء ناديه المسؤولين، تعال الاول بس عشان ما نتوهكمش، شوف الممثل هشام اسماعيل في احدى القنوات يعني وهو يهاجم فكره ان النادي الاهلي بياخد مدرب الزمالك. الاهلي بيدفع ما شاء الله فبياخد اللي هو عايزه. الاهلي بيدفع طبعا. طبعا هو ما شاء الله بنبارك لهم على انجازات الباسكت السنه دي. بمدرب الزمالك، بمدرب الزمالك، مدرب الزمالك كان مدرب الزمالك راجل اسباني اوجستي ده. كسب مع الزمالك كاس افريقيا والدوري، والراجل ماشي مع الفريق بشكل فظيع. الاهلي استقطبه لانه راجل اسباني، من حقه يعمل معاه العقد اللي يعجبه، وبيدفع له 5 اضعاف، فتمام. فالراجل راح كسب معاهم كل حاجه. شاطرين عرفوا ياخدوه، هايل. ما هو ده اللي ماشيين بيه على طول، ودي حاجه برضو تحسب ليهم. طيب الاهلي اخد مدرب الزمالك لانه الاهلي بيدفع اكتر، ده منطق فزاع. الاهلي اخد مدرب الزمالك لانه بيدفع اكتر، فالاهلي عنده فلوس كتيره، فخد خد مدرب الزمالك عشان كده خد بطولات. ده راي الاخ فزاع الممثل هشام اسماعيل. لا بس عايزين نركز على النقط اللي قالها، انه الاهلي دفع له 5 اضعاف. لا ايوه قال كده اهو، من حقه يعمل معاه العقد اللي يعجبه ويدفع له 5 اضعاف. فالراجل راح كسب معاهم كل حاجه كويس. هل الاهلي ده بس؟ خلي بقيه كلام ده المهم بقى. هو عايز بمناسبه ده يوصل للي انا هقوله، ده اللي هم ماشيين بيه، ودي حاجه تتحسب له. عايز يلقح كلام ان مكاسبنا بتيجي بالطريقه دي، بالفلوس وبندفع فبناخد. لا وبناخد منه. طيب الاهلي دفع له 5 اضعاف، الاهلي خده من الزمالك، الاهلي خد بطولات عشان خد مدرب الزمالك. طب ايه رايك يا استاذ فزاع يا كبير قوي بقى؟ مدير النشاط الرياضي في نادي الزمالك في الوقت ده الدكتور حسين السمري، في اكتر من كده؟ ده اللي هو جاب اوجستي ومشاه وشاهد على الموضوع، مش في قناه الاهلي، ده في قناه الشمس. الدكتور حسين السمري اتكلم عن موضوع اوجستي، نشوف كلام حسين السمري ونهديه للفزاع. طب مدرب كره السله سابه ومشي ليه؟ المدرب المحترف بيحسبها يا كابتن مجدي. على فكره هو كان معروض على الزمالك، من الزمالك اعلى من الاهلي، ده فكر مدرب محترف. فاهمني؟ مش موضوع فلوس. طب انتوا بعد اذنك كنتوا عارضين عليه كام؟ فوق 16,000. فوق 16,000 في النهار. نادي الاهلي اداله اكتر. معرفش اداله كام. كان الاهلي، هو كان الاهلي تواصل معاه قبل انتهاء، ولا اقل؟ انت بتقول اقل من اقل. تمام. اكيد ممكن. انت ضعيف. وصلته ل3 اضعاف مثلا. ايوه فانت هو بيحسبها. انت عرضت عليه ال 14. لا عرضنا عليه ال 18، 3 اضعاف. عرضتوا عليه ال 18 ورفض. رفض وخد الاقل. طيب ده الراجل اللي كان مسؤول عن التعاقد، بصرف النظر حتى لو الاهلي عرض اكتر وبتاع، عارف اجوز نفسه له تصريح ايه؟ انت مشيت من الزمالك؟ قال لا بالعكس، انا ما مشيتش عشان الفلوس خالص، انا توسمت ان فرقه الاهلي دي تستطيع بشغل معين اقدر اعمله معاها انها تكسب كل البطولات ونمضي قدما في افريقيا. الراجل عنده حسبه فنيه وضروري حسبه ماليه، حتى لو كان اصل بالمعيار ده الزمالك مستفيد اكتر كتير من الاهلي. ده هم لهم مقوله ان اللي بيروح من الاهلي للزمالك بينجح والعكس غير صحيح. بيفخروا بيدي يعني. وده حقيقي. انت لما تشوف البطولات اللي خدها الزمالك من خلال ايمن منصور
وكابتن حسام ثلاث ارباعها اسهام وكابتن جمال عبد الحميد وكابتن الاول وكابتن لا سيبك من الجيل القديم ده اللي الناس مش هتفتكر لان ياكن وكابتن ياكن وعفت وعلاء الحمولي وزكي عثمان احنا اول لعيب خدناه من الزمالك ودي كان فيه بعد نظر برضه من كابتن صالح ما كانش مرتاح ولي عدلي رضا كابتن رضا عبد العال لانه كان حاسس قال لي كده مش بيرتاحوا عندنا نظامنا صعب مش هيرتاحوا عندنا ف ما علينا يعني لكن انت بتقول راح للفلوس حتى لو ايه يعني لو الاهلي ما عندوش فرقه يقدر يكسب لا ما عندوش اداره يقدر يكسب لا عنده المناخ اللي ينجحه فانت اصلك لو حسبناها بقى ما انا هقول لك انت خدت فلان وفلان 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 ومدربين كذا كذا وكذا وكذا يعني ما تعدش فالموضوع ما بس الحقيقه هشام اسماعيل لا يعني مفزع